بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 17 في شرح المعيار الشرعي الخامس. وفي هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات سوف نتعرض إلى بعض الأحكام أو بعض المستندات الشرعية التي اعتمدت عليها المعايير الشرعية في التنصيص على بعض الأحكام الشرعية كما ورد في المعيار الشرعي الخامس في الضمانات، وهي مجموعة من النقاط سوف نتعرض إليها بإيجاز واختصار. النقطة الأولى طبعا هي مشروعية الضمانات وملائمتها للعقود. فكما ذكرنا أن موضوع الضمانات وهو عبارة عن توثيقات لمختلف الالتزامات التي تكون من قبل طرف من أطراف العقد، وعادة ما يكون هو المدين. فتكون هذه الضمانات بمختلف أنواعها كما عرضناها، وسوف نتعرض إلى إعادة التنصيص عليها بمستنداتها الشرعية بإيجاز واختصار. قد يكون رهن، قد يكون كفالة، قد يكون طبعا شيكات، قد تكون سندات إذن، قد يكون حجز على الحسابات، إلى غيرها من النقاط التي تم التعرض إليها. فهنا ذكرت المعايير الشرعية أن هناك ملائمة بين خاصة عقود المداينات وعقود الضمانات التي فيها معنى التوثيق والضمان لحقوق الدائن. ثم قالت أنه لكل نوع طبعا من أنواع هذه الضمانات لا حكم شرعي أو مستند شرعي، بمعنى للرهن مستند شرعي، للكفالة مستند شرعي، غيرها من الضمانات التي تم التعرض إليها إلى ولها مستند شرعي أو تكييف شرعي على حد إلى حد ما. طبعا بمعنى إذا لم يكن هناك عقد شرعي واضح له مستند شرعي مثل الرهن والكفالة، مثل مثلا عملية الحجز أو عملية مثلا استعمال الشيكات كضمانات، عملية استعمال السندات الإذنية كضمانات، طبعا ليس لها نص شرعي مباشر كما سوف نتعرض إلى ذلك، ولكن عندها طبعا تكييفات شرعية عادة ما تكون مبنية على العرف وتكون مبنية على الشروط والقيود المتفق عليها بين أطراف العقد. ثم ذكرت كذلك المعايير الشرعية أن في ذلك حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الشرعية، بمعنى أن عملية التوثيقات تتماشى مع مقتضيات المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. لما كفاكم أن لمقاصد للشريعة مقاصد من بينها مقصد حفظ المال، وبالتالي فإن هذه التوثيقات وهذه الضمانات تخدم ما يسمى بهدف حفظ المال، لأن بوجود الضمانات يكون مال الدائن محفوظا من التلف أو من الضياع بسبب احتمالات جحد ونكول المدين لهذا الحق، أو مماطلة في دفعه، أو التأخر عنه، أو رفضه وجحده برمته. فالتوثيق يؤدي دور حفظ المال من هذه الجهة، وهو يتماشى مع مقصد من مقاصد الأحكام الشرعية. هذه النقطة الأولى عن مشروعية الضمانات وملائمتها للعقود. النقطة الثانية التي ذكرتها المعايير الشرعية قضية الضمان في عقود الأمانة، وذكرت أن الأمانات يجب تسليمها بذاتها وأداؤها طبعا إلى أصحابها بمجرد الطلب، وذلك لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك الأمانات لا تعتبر من قبل المعاوضات مثل البيع والإجارة، وإنما هي من قبيل الاستحفاظات كالوديعة والإحسان والعارية، وطبعا يجب أن تسلم لمن طلبها طبعا إذا كانت قائمة بذاتها. والشخص الذي يقوم بحفظ هذه الأمانات عادة ما يكون ماذا؟ يكون أمينا، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير أو مخالفته للشروط والقيود التي تم الاتفاق عليها. هذا بالنسبة للنقطة الثالثة
وهي نقطة الكتابة والشهادة طبعا، وهي مندوب إليها شرعا والمستند الشرعي في ذلك طبعا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كذلك قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وذكرت المعايير الشرعية كذلك أن المرجع في ذلك يعتبر العرف فيما يصلح طبعا من الكتابة والاحتجاج، لأن الشريعة لم تحدد طبعا طريقة معينة لذلك. وأما التوثيق فلقوله تعالى: واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا كذلك مستند شرعي للجواز، كذلك التوثيق بالشهادة، بمعنى التوثيق بالشهادة. والكتابة تعتبر كذلك من صور الضمانات وصور من توثيقات الحقوق. وذكرت كذلك أن منزلة الشهادة عند الفقهاء أقوى من منزلة الكتابة، ولكن طبعا الاعتبارات قد تتغير بسبب تغير طبعا العرف. هذه ربما النقاط المهمة الثلاثة التي بدأنا في إرادها تحت مبدأ المستندات الشرعية، وهي للتذكير مشروعية الضمان وملائمتها للعقود، والنقطة الثانية الضمان في عقود الأمانة وفي عقود الأمانة، والنقطة الثالثة الكتابة والشهادة. نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.